الألعاب اللي نحبها ونعشقها نشتريها بكل بساطة على ديسك من محلات أو نحملها رقمياً من متاجر إلكترونية، كلنا نستمتع فيها. لكن هل قد فكرنا مرة كيف بدأت هذه الألعاب؟ ومن صاحب فكرتها؟ ومين اللي اشتغل عليها؟ وكم الوقت اللي أخذتها؟ أشياء كثيرة تدور في عالم تطوير الألعاب، وفي هذه الحلقة حبينا ندخلكم عالم المطورين ونعطيكم نبذة عامة عن عملية تطوير الألعاب. مرحلة الأولى، تكوين الفكرة الأولية للعبة. أول خطوة في تطوير أي لعبة هي تكوين فكرة على ورقة، وتتضمن نقاط توضيحية عن نوع وطبيعة اللعبة. يعني ناخذ لعبة سيكرو كمثال، ونبدأ بتحديد نوعها ونقول إن اللعبة راح تكون لعبة أكشن مع مغامرات، وبعدها نحدد كيف منظور اللعبة راح يكون، وبنقول إنها بتكون من منظور الشخص الثالث، وبعدين نحدد البيئة اللي راح تكون فيها اللعبة، وهي بيئة يابانية قديمة. وبكذا هنكون اكتفينا وحددنا كل شيء نحتاجه في المرحلة الأولى، ونقدر ننتقل للمرحلة الثانية. عرض الفكرة على الناشر والمسؤول. كل مطور ألعاب يحتاج دعم مالي عشان يقدر يبدأ عملية التطوير الفعلية، وعشان كذا المطور بيحتاج ناشر عشان يدعمه ماديا ويتكفل بتسويق وبيع اللعبة. طبعا المطور لازم يجمع كل أفكاره ويرتبهم ويستخدم أفضل أسلوب ممكن في الحديث عشان يقدر يكسب ثقة الناشر، وأيضا يحمسهم للعبة، ولازم يقول لهم مين الجمهور اللي تستهدف اللعبة، وكم تكلفة الإنتاج المتوقعة، وكيف راح تكون طريقة الربح فيها، وهل بتكون لعبة مجانية قابلة للعب الجميع، ولا بيكون فيها عملية شراء داخل اللعبة، وإيش هي الأجهزة اللي بتكون اللعبة متوفرة عليها، وكم مدة التطوير المتوقعة للعبة. نقدر نطبق الكلام السابق كله في هذه المرحلة على لعبة مثالنا، وهي لعبة سيكرو. هنا راح نسوي لعبة أكشن ومغامرات عن نينجا في العصر الياباني القديم، وراح تعتمد على أسلوب لعب متوازن يعتمد على الباري أو الصد في اللعب، وأيضا راح يكون في زعماء مختلفين ومتنوعين وقصة عميقة للعبة. وما يمنع أن نذكر ألعاب سابقة ناجحة عشان نوصل فكرة بشكل أفضل، مثل سلسلة دارك سولز، ونقول لهم أن اللعبة راح تكون شبيهة بألعاب السولز لكن بطابع ياباني وأسلوب لعب أسرع. طبعا هنا نحاول نشرح كل شيء نقدر عليه، لأن هذه تعتبر مرحلة الاختبار واللي نحتاج نجتازها، لأن من غير موافقة الناشر ولا الدعم ما راح نقدر نبدأ بعملية تطوير لعبتنا. الحين خلونا نشوف بعض الأمثلة على مطورين ألعاب مشهورة واجهوا تحديات في هذه المرحلة. نبدأ بمطورين لعبة The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. في البداية المطورين أخذوا فترة 6 شهور تجهيز المراحل الأولى، وبعدها عرض فكرتهم الأساسية للعبة على شيجورو مايموتو، وهو الأب الروحي لكثير من ألعاب نينتندو. الفكرة اللي عرضوها في البداية كانت مختلفة تماماً عن اللعبة النهائية، وشيجيرو رفض الفكرة بحجة أنها بدائية ومتواكب العصر الحالي. وبعدها اقترح أحد أفراد الفريق فكرة أن لينك يقدر يدخل الجدران ويمشي داخلها، وبدأوا يستخرجون أفكار جديدة تتمحور حول هذا المبدأ، وصنعوا ديمو مصغر جديد وعرضوا اللعبة مرة ثانية على شيجيرو مايموتو، وهالمرة وافق عليها وطلعت لنا بالشكل النهائي اللي لعبناه، واللي لاقى استحسان كبير جدا. لعبة ثانية أيضا مرت في مراحل كثيرة ومتعددة هي لعبة Resident Evil 4، بحيث اصنعوا 4 نسخ مختلفة للعبة. أول نسخة كانت من المطور الشهير هيدياكي كمية، ونسخته كانت بطولتها من شخص اسمه توني وعنده قدرات تتعدى قدرات الإنسان الطبيعي، والفريق بعدين اضطر أنه يسافر إلى بلدان أوروبية لمدة 11 يوم عشان يصورون فيها التماثيل في الكنائس والمعابد. اللعبة نوعها كان أكشن. طبعا تم رفض فكرة اللعبة، وبعدها غير كمية اسم البطل إلى دانتي، واللعبة تحولت إلى ديفل ميكراي اللي عرفناها لاحقا. بعدها تم المحاولة بقدوم فكرة مختلفة للعبة Resident Evil 4، وهنا كان الدور على الأسطورة شينجي ميكامي. الفكرة الأولى كانت فيها القصة أن ليون كينيدي يد اليمنى صار فيها قدرة جديدة بسبب فيروس، وهذه النسخة ما تم قبولها. وبعدها استعرض نسخة ثانية في E3 2003، كان بطلها ليون أيضا، وهذه المرة يحارب على ما يبدو أشباح في مكان غريب، ويقال أنه مقر شركة أمبريلا، وهذه النسخة كان الهدف منها التركيز على الرعب النفسي، ورغم أنه تم عرضها أمام الإعلام وكانت قابلة للعب إلا أن المشروع تم إلغاؤه بالكامل. لكن Resident Evil 4 تعود الحياة من جديد، والفكرة التالية كانت أيضا بطولة ليون، وكان هالمرة يزور مدينة أوروبية ويحاول ينقذ بنت الرئيس الأمريكي. هالمرة اللعبة كانت من نوع أكشن أكثر، وقدمت أسلوب التحكم جديد للسلسلة، وانتهى بالمطاف أنها تكون أحد أفضل الألعاب في التاريخ. وهذا المثال الأخير دليل أن مهما صدمت بحواجز أو تم رفض أفكارك، لا تيأس وحاول وبتوصل للنجاح بإذن الله. بعض المطورين ما يتقبلون فكرة أن الناشر يرفض أفكارهم أو يحاول يتكلم فيها، لذلك في مطورين كثار تركوا شركات الألعاب اللي كانت تدعمهم بسبب خلافات مختلفة،
وفي هذه الحالة يلجأ مطور الألعاب إلى أن يكون شركة خاصة فيه لتطوير الألعاب مثل هيدياكي كامية وشينجي ميكامي اللي غادروا كابكوم، أو نطلب من الجمهور دعم لعبته عن طريق مواقع الدعم مثل كيكستارتر وإندي جوجو. من الأمثلة كوجي غراشي وكيجي إنفوني. والآن بعد ما حصلنا على موافقة ودعم الناشر نقدر ننتقل إلى المرحلة اللي بعدها، وهنا الفريق راح يكون صغير ويتكون منتج وعدة مبرمجين ورسام تصميمات. المنتج تكون مهمته الأشياء لها علاقة بالتسويق والميزانية. رسام التصميمات هو اللي يرسم التصميمات الأولية للمشروع واللي راح يبين فيها التوجه الفني اللي راح يمشون عليه. الآن ننتقل للمرحلة التالية، الفكرة الأساسية. هذه تعتبر مرحلة مفصلة أكثر من الفكرة الأولية، وهنا يبدأ تكوين النقاط الأساسية للعبة، ونتكلم عن تفاصيل القصة ووضع الأفكار في سرد الأحداث وإنشاء نهايات اللعبة لو كان فيها أكثر من نهاية مثلا. وليقوم في هذه العملية فريق مصممين اللعبة وتصميم المراحل والبيئة واختيار ممثلين أصوات لو كان في شخصيات أصوات طبعا. سيكرو كمثال مليانة أصوات، وراح نختار ممثلين الأصوات لكل شخصية موجودة فيها، وبعدها ننتقل إلى المرحلة اللي بعدها. وثيقة تصميم اللعبة. هذه الوثيقة تتضمن المفاهيم الأساسية لطريقة اللعب، ويتم تجهيزها من قبل عدة أطراف من فريق التطوير. وعادة ما تضمن وثيقة التصميم ضمن العقد ما بين الناشر وفريق التطوير، وظيفتها أنها تكون مرجع ودليل يوضح رؤية اللعبة وتفاصيلها المختلفة لفريق التطوير ويستفيدون منها طول فترة التطوير. النموذج المبدئي أو البروتوتايب. هنا يتم تصميم نموذج مبدئي للعبة وصنع المحرك الأساسي لها وإضافة الخواص الفيزيائية في اللعبة اللي يقوم فيها الفريق المبرمجين، ويجربون فيها أسلوب اللعب وكل حاجة تم ذكرها في وثيقة تصميم اللعبة ومدة التوافق بينهم وتحديد الأهداف اللي ناويين يوصلونها لها أثناء عملية التطوير لها. يعني بكل بساطة يسوون ديمو صغير وبسيط للعبة. مرحلة الإنتاج. هذه المرحلة تنقسم إلى ثلاث مراحل صغيرة. أول شيء عندنا التصميم، وهنا يتم اختيار تصميم الشكل النهائي للشخصيات والأسلحة وواجهة المستخدم أو المعروفة باليو آي، واللي يكون فيه أعداد الطاقة وباقي تفاصيل خاصة بالشخصية. وأيضا يتم تصميم الأنيميشن والتحريك للشخصيات واللي يقوم فيها فريق المصممين. ابتكار مراحل. هنا يتم صنع التخطيطات الأساسية للمرحلة والعالم بشكل عام، وتصميم المراحل من بيئة ومباني وتنوع المناطق في اللعبة ووضع الأماكن السرية فيها، وهذا من عمل فريق مصممين المراحل. البرمجة. وهنا يتم برمجة اللعبة بشكل كامل، ونقدر نفصلها إلى عدة مراحل أيضا. مرحلة البروتوتايب. هذه تعتبر مرحلة أولية للعبة واللي تجري فيها التجارب المبدئية. مرحلة الفيرست بلايبل، وهي اللي يعرض فيها الجيم بلاي بشكل أفضل وأوضح، وعادة أن يكون فيها رسوم وتصاميم كثيرة ناقصة. مرحلة الفيرتيكال سلايس، هي تكون أقرب للنسخة الكاملة واللي يستخدمونها لعرض اللعب على المساهمين والاستديوهات، وتتراوح مدة اللعب فيها من 5 دقائق إلى 15 دقيقة. مرحلة البري ألفا، هذه مرحلة التطوير الفعلي للعبة واللي تجري فيها اتخاذ القرارات الكبيرة فيها، ويتم حذف وتغيير محتوى اللعبة وإضافة عوامل جديدة تساعد على صقل اللعبة. مرحلة الألفا، وهي اللي تكون اللعبة فيها شبه جاهزة وتم إضافة العناصر الأساسية فيها، ويتم الاستعانة بلاعبين يجربونها لإعطاء رأيهم عن اللعبة. مرحلة البيتا، هي المرحلة اللي تكون فيها اللعبة جاهزة ويركز المطورين على الأداء في اللعبة وتعديل مشاكل التقنية فيها. مرحلة الجولد ماستر، هي المرحلة النهائية للعبة واللي تعني أنها خرجت مرحلة التطوير بشكل رسمي وصارت جاهزة للتوزيع على المتاجر والبيع. والآن ننتقل للمرحلة الأخيرة، التسويق. التسويق بيكون عدة مراحل أيضا أثناء عملية التطوير، ويتضمن أشياء كثيرة منها عروض الفيديو للكشف عن اللعبة أو استعراضها في بعض المحلات والمواقع والبرامج التلفزيونية. وأيضا ضمن عملية التسويق وضع ديمو للعبة في معارض الألعاب الكبيرة التي تصير حول العالم، أو حتى نشر الديمو في المتاجر الرقمية لشركات الألعاب. التسويق أيضا يتضمن الأمور التقليدية مثل إعلانات الطرقات والتلفزيون وغيرها من أنواع الإعلانات المختلفة. مرحلة ما بعد الإنتاج، وهي المرحلة يتم فيها عمل الخطوات الأخيرة قبل ما تنزل اللعبة في الأسواق وتصبح جاهزة للبيع. أول خطوة هي إرسال اللعبة إلى الجهة المسؤولة عن التصنيف العمري، وبعدها إرسال اللعبة إلى شركات الطرف الثالث ورسالة الإعلاميين والمراجعين في مواقع الألعاب، وبعدها يتم تشكيل فريق صغير يجرب اللعبة على فترة أسبوعين وتجون كل المشاكل التقنية اللي تصادفهم واللي يتم حلها في تحديث اليوم الأول للعبة وقت صدورها، وبعدها يتم تصنيع غلاف للعبة وطباعة الأوراق التابعة لها لو كان في نسخ خاصة يتم تجهيزها أيضا، وبعدها يتم توزيع على المحلات التجارية قبل تاريخ صدور رسمي بأسبوع عشان تكون جاهزة للبيع وقت صدور اللعبة. أما نسخ المتجر الإلكتروني تكون جاهزة للتحميل المسبق قبل صدور اللعبة أو تحميلها وقت صدور اللعبة. الآن نقدر نقول انتهينا أو انتهت اللعبة عملية تطويرها بالكامل وأصبحت بأيدي اللاعبين ويقدرون يستمتعون فيها محتواها الكامل. نتمنى نكون أعطيناكم فكرة وافية عن عملية تطوير الألعاب اللي طالما حبيتوها. لا تنسون أن دعمكم لفريقنا مهم جدا، لذلك ضروري جدا تشتركون بالقناة وأيضا تعطونا لايك على الفيديو زي ما عودتونا يا رهيبين. كان معكم بدر الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.